En fait, شوفوا هذا النظام هذا نظام ماريونات يعني بوليشينال ما عنده حتى معنى. الاستعمار المسيطر على الجزائر وضع خطة جهنمية. أولا جاب لكم رئيس شي غير يتحكموا فيه أكثر من يتحكموا فيه. ورئيس هذا جاب حكومة ربنا ولك الحمد، واحد يقول لك فراك، واحد يقول لك الدقلة، واحد التمر، واحد حاصل في شكارة حليب، واحد حاصل في التعليم، واحد حاصل في فارونتري سكولير، واحد حاصل في سبيطار. المهم هذا أيها الشعب الجزائري راه نوع من القتل والحقرة والتهميش. كذلك السلطات هذه اللي حكمت الجزائر مغمض عينيها على الجريمة، الجريمة المجتمعاتية يعني الكريم، الكريم كرابيلو عندنا في الجزائر بزاف، الاغتصابات بزاف، التعدي في الأطفال بزاف. درك أيها الشعب الجزائري لازم تفهم حاجة، باش دولة تكبر والله تعيش في مناخ مليح لازم قيادة مليحة، قيادة عندها برنامج وقيادة مليحة وقيادة تحب البلاد. هادو ناس استعمار ما يحبوش الشعب الجزائري، لأنه محال 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 يديروا حاجة في مصلحة الشعب الجزائري، يديروا كل ما يضر ويخلي الشعب هذا أولا غير متمكن من المعلومة، ثانيا ضعيف اقتصاديا، ثالثا يخمم غير في الاكل نتاعو والشرب نتاعو كيفاش من يسلف الدراهم غدوه واش راح يدير اكسترا اكسترا اكسترا. دونك لازم مقاومه، مقاومه حقيقيه ماشي مقاومه تاع هضره برك، لازم مقاومه ميدانيه ما نتخلاوش عن السلميه الايجابيه يعني الميدانيه الفعاله، ثوره حقيقيه وين الشعب راح يقول الدستور هذا ما كاش، ماشي قضيه مليح ولا مش مليح، ما كانش انتوما غير شرعيين، انتوما لازم تروحوا قياده للشعب. الشعب بصح ما يقدرش يقود كشعب لانه عمره شعب ما يقود، الشعب يختار القيادات نتاعو اللي عنده ثقه فيها. لو سيرني لا يتقدم للشعب هذا باش حنا نقول لكم حنا اوني بري باش نكونوا قياده حقيقيه، قياده واعيه تكنوقراطيه عندها منهجيه وعندها خطه وعندها تكتيك للقضاء على النظام هذا والنهوض بالجزائر، لانه حنا ماناش كيما المهابل، ماشي ما على بالناش واش نديرو من بعد، على بالنا كي نحيو النظام واش نديرو با با في كل المجالات وننهضو بالجزائر. تفضل يا استاذ حسين، ديزولي بور لي كيسيون اليوم ما نقدرش نقراهم بعد عليا بزاف. دونك فوالا دونك يا لي كيسيون كيلو ديان دو طرو با دونك يا كاكا كي يقول لي اسكو فو نكريني با اون كار سيفيل ناجي جوستومون اون كار سيفيل سي اون كار سيفيل كي اوبوز دو زونتيتي والله. حنا با دونتيتي هي اون يونيتي ناسيونال ريال، باسكو حنا شعب واحد عرق واحد. شاءت الظروف التاريخيه انه صرات لنا مغالطات وكذوبه كبيره، وعلى بالكم ان مونسونج كيتعاود بزاف يولي يشبه لي فيريتي. دونك التوحيد نتاعنا لازم يكون وحدوي حول الاصل نتاعنا الحقيقي، حنا امازيغ في ارض امازيغيه. الدين الدين لله والوطن للجميع، لكن اغلب الشعب الجزائري شعب مسلم، هذا امر مفروغ منه، لكن هذا ما يلغيش أن يكونوا جزائريين ماشي مسلمين. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة كان عنده المجوس، كان عنده اليهود، كان عنده النصارى، كانت عنده كل الديانات. فوالا دونك حرب أهلية أنا ما نخافش منها، اللي احنا أهل واحد ما نقدرش نحاربوا بعضنا، لكن النظام هذا يقدر يتلاعب ويقدر يدخل ناس ربما يشكل لنا إشكال مع من؟ مع شيطان السياسة اللي هما الإسلامويين الشيطانيين. لكن هذوك جوستومون قيادة السيارة أنا عندها الفليتوكس نتاعهم، وقلت بيان الفليتوكس على باليش قاعد نهضر، يعني مبيد الحشرات نتاع الإسلاميين عندنا حنا نعرفوه، لأنهم هذوك خباتة صح، هذوك هما خباتة وهذوك هما أدنى بالدولة الخامجة، الاستعمار الخامج هما، كل ما يحب يشكل خطر على الشعب الجزائري يحرك الجريمة من جهة ويحركهم من جهة أخرى، وعادة ما الجريمة تمشي معاهم، باسكو هما اللي يبيعوا الزطلة، هما اللي يبيعوا كلش، هما اللي غروسيست، هما اللي يجيبوا في الدراهم من الخليج، هما اللي يحولوا الدراهم من تركهم، هما دونك شي على بالنا به، ما نخافوش جوستومون حنا نحوسوا نهيكلوا الشعب. وفي الشعب طبقتين هامين جدا، الطبقه العماليه وطبقه طلاب طلبه، طلبه والطلاب يعني العمال والطلاب، انتو هما الانرجي، انتو هما جيش سيران، لا كان قبلتوا بافكار سيران، انتو هما جيش سيران، ورايحين نحيوا النظام هذا بعمليات استراتيجيه تكتيكيه ما عندها حتى علاقه بالعراق الدماء، او كونطير بطريقه سلميه ايجابيه نركعوا النظام هذا، نعرفوا كيف نضربوا. والسيران قياده سياسيه تكتيكيه،
نقضيو على النظام هذا ونروحوا لمرحلة انتقالية اللي راح تستوعب الناس كل إلا الخونة والخبثة والحركة. بنجيبوها من الاخر في منطقة السيران، الناس اللي تخدم مع تركيا مع قطر مع الإمارات مع دولة أخرى خارج الجزائر ما تحقوهاش. الأحزاب الإسلامية المهيكلة على بالنا عندنا ملفات وسان دو ديراس دوبي لا دي سي اس ام اون سوي لي موفمون اسلاميست والله من نهار خلقوا اون لي كوني تري بيان. دونك ملفاتهم واجدين كي نجوزو لوحده نفتحوا كل الملفات نتاع لا دي سي اس ام ونتاع لا دي اس ونفتحوهم يوليو بوبليك بور لي ستوديون اون بيبليوتيك، هكذا يعرفوا الحقيقه لان النظام هذا يخبي الحقيقه باش يستعملها هو كوسيله ضغط، حنا نعنوها. تفضل. اوكي زكتو مسرح مالي سي مسرح مالي. دونك فوالا دونك لو كلو دو لافير اللي لا هذا النظام راه خايف من خايف الناس بزاف حقيقه الشعب، ونظن اليوم الى راه يتمسك الوك كاع الشعب راه راه لانه خايف غادي يفتحوا بزاف صوالح. فوالا مسرح مالي ماشي بالتبون اللي خايفوا الجنرالات، الناس اللي مراهم هذوك قروده الاستعمار خايف الجزائر تتحرر، خايف لو سيران يلتف حول الشعب ويغلب لو نيو كولونياليزم وتولي الجزائر نتاع الجزائريين والمدخول نتاع الجزائر يستثمر في الجزائر اللي هو فايت 450 مليار دولار تولي تستثمر في الجزائر، ما بقات حتى حاجه تروح تحت الطابله، كل شيء يروح تحت قياده الشعب والناس اللي اختارها الشعب. اوني دون ان موند de communication. Il y a une bonne réflexion ici de Tomber de D21, on vous remercie. Il y a le cas de la chambre de la boîte chétanée. Exactement. Chouffou. Il y a un chambre de Zahiri qui m'a dit Tomber de 21. Merci pour la réflexion, elle est excellente. Un chambre de Zahiri. Hattoul Knes, mais un homme de Zahiri. Il y a un peu de temps. Hattoul Kouhad Mouhmar DZ. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. وهذا الدار وهذا الدار وهذا الدار وهذا الدار. حطوا لكم الإسلاميين ينعقوا بأفكار شيطانية تركية أردوغانية إكسترا. على بالكم بلي تركيا دولة علمانية، على بالكم بلي تركيا فيها المثلية معترف بها، على بالكم بلي تركيا ما تعترفش بالدين الإسلامي كنظام، بصح ليكم انتم يبلعوها لكم. على بالكم بلي تركيا بعد تكثر دركا من 5000 إرهابي نتاع داعش راهم عندنا في الحدود، وهذا الطحاحنة تاع الإسلاميين كومباني يتبعوا فيها سي نورمال، خاوانة من بكري خاوانة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذه آية ماشي أنا اللي قلتها، حنا أمازيغ، حنا ما نعرب ما نعرب وما نقبلوا العرب ما نقبلوا الأعراب. اللي قابل روحه جزائري راهو جزائري، مرحبا به أخ، أخ كريم بنو أخ كريم. بصح اللي يقول لك حنا عرب والله يحب يعرب الجزائر درك أونكور أون فوا مرفوض، يهز باكاجو ويطير. الجزائر دولة أمازيغية فقط، وراح تكون دولة أمازيغية بلغة أمازيغية رسمية، وحدها لغة رسمية، اللغة اللي تداول بها كل الإدارات.